تعال لا تعبر المنشور، وقف. هذا مطلب الشرفاء، سلم الرواتب، مطلب الأحرار، مطلب الفقراء، مطلب المهمشين، مطلب المظلومين. هذا المنشور خاص إلك أنت يا رئيس الوزراء. اليوم أنت ممثل 40 مليون يا رئيس الوزراء. من فدوى قد الوياك ترضى غيرتك، ترضى غيرتك. عامل البلدية غاط بالخيس لحد هنا ويسلم 270، وواحد خارج العراق وعنده عائلته 10 نفرات وكل نفر 1,300,000 أو 1,400,000. ترضى غيرتك المعلم المحترم اللي يخرج أجيال واللي يدرسك وعلمك أنت يا رئيس الوزراء، واليوم أنت بفضل المعلم رئيس وزراء. ترضى غيرتك راتبة 350 أو 300؟ ترضى غيرتك المتقاعد المسكين المظلوم يخدم 40 سنة ادق عليه الدولة ويطلع يعطونه 300؟ ترضى غيرتك أبو جاسم أفع عليك أبو الغيرة مش عليك علي بن أبي طالب تغرون سلم الرواتب، سلم الرواتب ينصر المظلوم؟ ترضى غيرتك المعوق 170 وأغلبية المعوقين يستعملون حفاظات؟ ترضى غيرتك يا رئيس الوزراء؟ ترضى؟ ترضى غيرتك يا رئيس الوزراء؟ شقلة والعباس بفاضل حتى خلصت مناشدات. فهذا مطلب سلم الرواتب، مطلب المظلومين، مطلب المهمشين، مطلب الشرفاء، مطلب الأحرار. فيا رئيس الوزراء إذا أكو جهة ضاغطة عليك أطلع وقول يا شعب العراقي ترى الجهة الفلانية ضاغطة عليه وما يقدر أسلم الرواتب. وشوف الشباب وشوف الناس اللي طالع اليوم المهمشة المظلومة شو تسوي بهاي وتوقف وياك هيك وتسوي المعوق حال حال أبو البرلمان كل شهر يستلم 3 ملايين وتخلينا أمشي على 3 أصابع، هيك تخلي المتقاعد يستلم لـ1,000,000؟ حرام علي بالحرم، فلا ينام حجر السبل ينام فوق الصوبة. والناس تدعي له ويا الله احفظ محمد سياح ويا الله ويا الله، شو تقول له تسويها؟ والعباس تكسب الشعب كله، سلم الرواتب ينصر المظلوم، سلم الرواتب ينصر المهمشين، سلم الرواتب ينصر الفقراء. وصلوا رحمة على والديكم، وصلوا رئيس الوزراء.